عمرو الجرحي وزير المالية قال انه طبعا نتكلم عن صندوق النقد الدولي والقرض الاخر من صندوق النقد الدولي سوف ينعقد اليوم الخميس بمقر الصندوق بالعاصمة الامريكية واشنطن لبحث ومناقشة والموافقة على المراجعة اللي تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادي لمصر وصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل هيكون قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات. وتوقع وزير المالية أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وده خلال أيام بحوالي 1.25 مليار دولار على أن تدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارات المالية وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حاليا ب 17.9 جنيه، ده سعر الدولار أي بما يعادل نحو 22 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة وكمان لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.